القرود، متى كشف عنه وكيف ينتشر؟ إنها المرة الأولى التي ينتشر فيها جدر القرود بين أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا لأفريقيا. ظهر لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1970. تعود أولى الحالات المبلغ عنها للإصابة بالمرض خارج نطاق أفريقيا إلى العام 2003. ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان ولا ينتشر بسهولة بين البشر. تتراوح فترة الحضانة من 6 أيام إلى 16 يوماً. أعراض الفيروس هي حمى، صداع، تضخم العقد اللمفاوية، آلام في الجسم وطفح جلدي. تدوم الأعراض لفترة تتراوح بين 14 يوماً و 21 يوماً. الفئات الأصغر سناً هي أكثر حساسية للإصابة بجدر القرود. لا دواء متاح ولا لقاح لجدر القرود. يسيطر القلق على جميع دول العالم من جراء انتشار مفاجئ لمرضى جدر القرود الفيروسي النادر الظهور خارج أفريقيا. وقد بدأت حالة القلق هذه في الانتشار بعد أن رصدت السلطات الصحية في دول أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا عددا من الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة. فهذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها المرض بين أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى أفريقيا. في هذا الوثائقي سنتعرف أكثر على هذا الفيروس المقلق، متى كشف عنه، كيف تطور، كيف ينتقل، ما هي أعراضه، وهل له علاج. جدر القرود مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ، أي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وتماثل أعراض الإصابة به لدى الإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنها أقل حدة منها. ومع أن الجدري كان قد استؤصل في عام 1980، فإن جدر القرود لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا، وذلك وفق لمنظمة الصحة العالمية. ينتمي فيروس جدر القرود إلى جنس الفيروس الجدرية التابعة لفصيلة فيروسات الجدري. كشف لأول مرة عن جدر القرود بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية المعروفة باسم زائير في وقتها، لدى صبي عمره 9 سنوات كان يعيش في منطقة استؤصل منها الجدري في عام 1968، وأبلغ منذ ذلك الحين عن حدوث معظم الحالات في المناطق الريفية من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب أفريقيا، وخصوصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يبدو أن المرض متوطن فيها، وقد انتشر فيها بشكل كبير عامي 1996 و1997. وأبلغ في خريف عام 2003 عن وقوع حالات مؤكدة من جدر القرود في المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشير إلى أنها أولى الحالات المبلغ عنها للإصابة بالمرض خارج نطاق القارة الأفريقية. وتبين أن معظم المرضى المصابين به كانوا قد خلطوا كلاب البراري الأليفة. كما تفشى جدر القرود في عام 2005 في ولاية الوحدة في السودان، وأبلغ عن وقوع حالات متفرقة في أجزاء أخرى من القارة الأفريقية، ولم تكن هذا هي الحالات الأخيرة التي يبلغ عنها، إذ أبلغ أيضا عن حالتين للإصابة به في عام 2009 في أوساط اللاجئين الوافدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية الكونغو. كما رصدت 26 حالة إصابة وحالتا وفاة في إطار تفشي المرض في جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة بين آب وتشرين الأول عام 2016. كيف ينتقل جدر القرود؟ تنجم العدوى عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية. وتقول منظمة الصحة أنها قد وثقت في أفريقيا حالات عدوى نجمت عن مناولة القرود أو الجرذان الضخمة أو السناجب المصابة بالمرض، علما بأن القوارض هي المستودع الرئيسي للفيروس. كما تقول منظمة الصحة العالمية أنها من المحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهوة جيدا من الحيوانات المصابة بعدوى جدر القرود عامل خطر يرتبط بالإصابة به. كذلك لا ينتشر جدر القرود بسهولة بين البشر ويتطلب اتصالا وثيقا. ووفقا لما نقلته الجارديان عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يعتقد أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث بشكل أساسي من خلال قطرات تنفسية كبيرة. فترة حضانة جدر القرود. تتراوح فترة حضانة جدر القرود وهي الفترة الفاصلة بين مرحلة الإصابة بالعدوى ومرحلة ظهور الأعراض بين 6 أيام و16 يوما، بيد أنها يمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يوما. أعراض جدر القرود تقسم مرحلة العدوى إلى فترتين، فترة الغزو وهي من لحظة التقاط العدوى إلى 5 أيام،
وفترة ظهور الطفح الجلدي، وهي في غضون مدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام عقب الإصابة بالحمى. أما عن أعراض فترة الغزو من جدر القرود فهي حمى، صداع شديد، تضخم العقد اللمفاوية، آلام في الظهر وفي العضلات، وهن شديد. فيما أعراض فترة الطفح الجلدي من جدر القرود، فيبدأ الطفح على الوجه في أغلب الأحيان، ومن ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويكون وقع الطفح أشد ما يكون على الوجه في 95% من الحالات، وعلى راحتي اليدين وأخمص القدمين بنسبة 75%، ويتطور الطفح إلى فنافطات صغيرة مملوءة بسائل وبثرات قد يلزمها 3 أسابيع لكي تختفي تماماً. يصاب بعض المرضى بتضخم وخيم في العقد اللمفاوية قبل ظهور الطفح، وهي سمة تميز جدر القرود عن سائر الأمراض المماثلة، وتدوم أعراض جدر القرود لفترة تتراوح بين 14 يوماً و 21 يوماً، ويصاب الأطفال بحالاته الشديدة على نحو أكثر شيوعاً. معدل الوفاة بجدر القرود، يتعافى معظم المرضى من جدر القرود في غضون أسابيع قليلة، مع ذلك تقول منظمة الصحة إن معدل الوفاة لدى الحالات يشهد تبايناً كبيراً بين الأوبئة، ولكن نسبته لا تتجاوز 10% في الحالات الموثقة التي معظمها لدى الأطفال. وعموماً فإن الفئات الأصغر سناً هي أكثر حساسية على ما يبدو للإصابة بجدر القرود. علاج جدر القرود: لا توجد أدوية متاحة لجدر القرود، ولا يوجد أي لقاح متاح، ولكن يمكن مكافحة انتشاره، وقد ثبت في الماضي أن التطعيم ضد الجدري ناجح بنسبة 85% في الوقاية من جدر القرود، غير أن هذا اللقاح لم يعد متاحاً لعامة الناس بعد أن أوقف التطعيم به في أعقاب استئصال الجدري من العالم.